Ludwig. حاليا العملية مستمرة ونقوم بعملية انتشال إن شاء الله للضحية، ونظرا لخطورة العملية تدخلت كذلك وسائل تابعة للمديرية العامة للحماية المدنية بطلب إمداد، وهذا لكل من ولايات شلف مستغانم غليزان ولاية عين تيموشنت وكذلك ولاية تلمسان. كذلك استعملت وسائل أخرى متمثلة في تابعة لقوات الجيش الوطني الشعبي وكذلك حرس السواحل، بالإضافة إلى المواطنين وكذلك الصيادين الذين قدموا لنا يد المساعدة. العملية جرت في البداية في ظروف جد غير ملائمة نظرا للأحوال الجوية السيئة، هبوب رياح قوية وكذلك ارتفاع أمواج البحر.